احكي بموضوع. لا واضحه واضحه الفكره. خلينا نروح للفقره الاخرى من البرنامج طبعا، فقره هدف من الذاكره، ونريد نتحدث عن هذا النجم شويه. تمام، خلونا نتابع حبيبتي. موطني الجلال والجمال والسلام. بعدها شوف غاد جاشم تريبون شوت جاشم 전반 25분 جاشم 선취골 네 전반 25분 풀파이한 슈팅 네 جاشم 선수 아주 완벽한 개인기에 의한 한 골을 만들어냈네요. 아주 침착하군요. 몰고 들어가는 것이 네. 서두르지 않고 여기서 볼을 이제 잡아내가지고 그렇죠. 바데아 선수가 볼 컨트롤하는 것을 인터셉트해서 제치죠. 한 사람 제치고 들어가면서 골키퍼 나오는 것을 보고 침착하게 جاشم 선수 아 좋은 득점 장면입니다. 두 선수가 골과 رأيك بالهدف؟ كاتبين اسمه بالكوري عباس عبيد. عباس عبيد نجم ونجم كبير حقيقة ولاعب محترم جدا، والآن هو مساعد مدرب أو مدرب مساعد أيضا كفوء، وبالتالي من اللي سطره وسجله حقيقة بتاريخ الكرة العراقية كل ما يستحق الفخر والاعتزاز. لاعبنا كان لاعب دولي، وهنا هذه في كوريا بصراحة، وهو من اللاعبين الأوائل اللي راحوا على شرق آسيا ولعب في دوريات قوية. طبعا برأيك أخذ استحقاق من خلال يعني تواجده بالعراق؟ يبدو هو متجه للجانب الفني. نعم. أي الكابتن ما متجه إلى جانب شوي انظلم إعلاميا عباس عويد؟ أعتقد هو ينظلم إعلاميا، مو شوي ينظلم إعلاميا. اليوم إذا ردنا نقارن بين مستواه وبين نشأة أكرم وهم ابن الشرطة كبير أيضا نشأة ولاعب ونجم كبير، لكن الإعلام كان متوظف بشكل أفضل باتجاه نشأة. كثير يعني من شبابنا الحاليين ما واكبوا مسيرة عباس عبيد ولا شافوا مهاراته ولا شافوا إمكانياته، لكن إذا اليوم نريد نقارن بين مستواهم أنت واكبت النجمين. نجمين كبار حقيقة، لكل واحد كان مدرسة في أدائه وفي وجوده وفي تأثيره، بالنتائج، تأثيره بما يقدم مهاريا فنيا، مهارات. من الأفضل برأيك؟ ما أقدر، لا مو مدرب حتى أقول لا مو هالشكل يعني، بس أنا كنت أحب أشوف لعب نشأة وأحب أشوف لعب عباس عبيد، رغم أنه التغطية قليلة كانت على عباس عبيد، بس كنا حقيقة أتذكر في وقتها كنا نشعر بالفخر أنه بهذا النجم الكبير عباس لما كان يلعب في كوريا.